السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. الاربعاء 21 ديسمبر من على شواطئ منطقه لوران، الساعه حوالي 12 الظهر. لو حضراتكم لسه ما اشتركتوش اتمنى تشتركوا في القناه، ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. النهارده الاربعاء 21 ديسمبر حوالي الساعة 12 الثانية 10 ظهرا، موجودين امام شاطئ لوران، امام شواطئ منطقة لوران، على يمين الصورة شارع البحر او شارع الجيش، شارع الاقبال، لابوار، فندق المحروسة، مساكن السرايا، منطقة السرايا، خلفنا منطقة ثروت، منطقة سان ستيفانو الزينية، جليم، سوا باشا. 21 ديسمبر، اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزلوه على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو.